نزل الرئيس التونسي قيس سعيد إلى شارع الحبيب بورقيبة وسط العاصمة تونس وسط ترحيب شعبي به، وذلك في مؤشر قوي على قبول الشارع وتأييده للقرارات التي اتخذها قيس سعيد قبل أيام. وبعد تعطيل دام يومين استؤنف العمل بالمؤسسات الحكومية للبلاد بعيد تعيين وزير داخلية جديد هو رضا غرسلاوي. يحدث هذا فيما زادت شعبية الرئيس التونسي، فوفقا لاستطلاع للرأي أجرته مؤسسة إمرود كونسلتينج في الفترة ما بين 26 و28 من يونيو الجاري، أيد 87% من التونسيين قرارات الرئيس قيس سعيد، كما أيد 84 من المستجوبين ترأس سعيد للسلطة التنفيذية بمساعدة رئيس للحكومة. في شق آخر، أفادت صحيفة الشرق الأوسط نقلا عن مسؤولين في حركة النهضة وجود خلافات عميقة في الحركة، حيث دعا ما يقرب من 130 عنصرا من النهضة إلى تغيير حقيقي في قيادة الحزب المركزية لحل الأزمة السياسية. وينضم إلينا لنقاش بانوراما هذه الليلة من تونس فتحي بلحاج، الوزير السابق والقيادي في حركة الشعب، أهلا بك معنا. وأيضا الدكتور عبيد الخليفي، الباحث الجامعي المتخصص في حركات الإسلام السياسي والحركات المتطرفة، أهلا بكما إلى هذا النقاش. أبدأ بمعالي الوزير فتحي، هل تأخرت الخطوة الخاصة بتعيين رئيس جديد للحكومة من قبل الرئيس قيس سعيد، أم أن هذه المسألة تبدو شكلية من وجهة نظر الرئيس لأنه من يتولى السلطة التنفيذية في هذه المرحلة الانتقالية؟ لا أعتقد أن تعيين رئيسا للحكومة هي خطوة شكلية، بالعكس أن شخصية رئيس الحكومة هي التي تعطينا فكرة على التوجه العام للمرحلة القادمة. وأعتقد أن هناك إعداد لإعلان عن رئيس الحكومة مع خطة، مع خارطة طريق واضحة للمرحلة القادمة تحدد فيها أهم الخطوات العملية التي سيمكن اتخاذها. وإلى حد الآن الرسائل التي بعثها السيد رئيس الجمهورية كما هي رسائل إيجابية في الاتجاه الصحيح، إذ وضعت أولويات صحة التوانسة من أولويات اهتمام المرحلة القادمة. فأعتقد يعني تأسيس الإدارة مشتركة لمواجهة كوفيد 19 والحديث على الأسعار ومطالبة رجال الأعمال والمفاضآت التجارية الكبرى بالتخفيض في الأسعار، وهو يعني المقدرة الشرائية للمواطن التونسي، هي من أولويات الاهتمامات. إذن بماذا تفسر حتى اللحظة تأخر إعلان شخص رئيس الحكومة الجديد؟ لا أعتقد أن هناك تأخير بقدر ما أعتقد أن هناك نية في إصدار خارطة طريق واضحة المعالم تتضمن أهم الخطوات القادمة، لأن ما قام به السيد رئيس الجمهورية يوم 25 جويلية كان استجابة حقيقية لانتفاضة شعبية، لمطالب شعبية. فبالتالي لم يكن هناك للسيد رئيس خطة مسبقة بقدر ما كان الوضع يحتم على السيد رئيس الجمهورية أن يتخذ هذه القرارات، هذه الإجراءات الجريئة طبقا للفصل 80، وهذا يتطلب أن يعني يكون الوقت، أن يأخذ الوقت الكافي لإعلان على جملة الإجراءات، لأن جملة الإجراءات أعتقد والحكومة القادمة سوف لن تكون إجراءات في مستوى للتسكين الوضع بقدر ما أعتقد أنها ستكون إجراءات ثورية في مواجهة الفساد، نعم، استرجاع الثروة الوطنية، في استكمال مسار يعني تصحيح الثورة
التي عبر عنها شعبنا في 25 جوليا. نعم سيد عبيد، هناك تساؤلات بدت واضحة خلال الساعات القليلة القادمة، هل تكون الإطاحة بالغنوشي من رأس حركة النهضة هو الكارت الأخير الذي تلعب به النهضة للبقاء في الحياة السياسية التونسية، أم أنه كما يقول المثل سبق السيف العزل، حتى هذه الخطوة لن تعيد النهضة إلى الحياة السياسية من وجهة نظر الشارع التونسي، أي الخيارات أقرب؟ في الحقيقة هنالك عدة خيارات. أولا لأن الأزمة السياسية التي عرفتها البلاد قد انتقلت بالقرارات الاستثنائية التي أعلنها قيس سعيد إلى أزمة داخل حركة النهضة في حد ذاتها، وهي أزمة عميقة متجذرة منذ سنوات، ولكن هنالك سطوة المال وسطوة التنظيم هي التي جعلت الحركة تتعالى عن تلك الخلافات. اليوم وقد خرجت حركة النهضة من دائرة الحكم، يبدو أنها لن تقوم بمراجعات، ولكن ستذهب إلى خيارات حاسمة من أجل قطع الطريق عن زوال هذه الحركة. هناك ثلاثة فرضيات أعتقدها من خلال هذه الرؤية. الفرضية الأولى هو التضحية برأس راشد الغنوشي، وتقريبا حسب الأسماء تقريبا 16 اسما من الوجوه التي كانت سبب في نقمة الشعب على هذه الحركة، هذه من ناحية. أو إذا فشلت الجماعة في الذهاب برأس راشد الغنوشي فسيكون هنالك انشقاق كبير داخل الحركة وتأسيس حزب آخر ربما في المستقبل يرث قواعد النهضة ويحافظ على هيكلية النهضة. كل هذا يتوقف على مسار آخر هو المسار القضائي ومسار فتح الملفات القضائية فيما يتعلق بالتسفير والاغتيالات السياسية وملفات الفساد. ولكن الآن سيد عبيد، من يعرف شخصية الغنوشي عن قرب يعلم أنه لن يقدم على هذا الخيار بالتأكيد، وبعد هذا التاريخ الطويل في قيادة حركة النهضة والحركة الإسلامية لا يمكن أن يضع نهايته بهذه الصورة، الكل يعلم أنه شخصية عنيدة لن يقبل بهذا الخيار من الناحية الشخصية كمكسب شخصي وليس لمستقبل الحركة ككل. هو اعتبارا لسنه وقد بلغ 80، ولاعتبارات أخرى تتعلق بالأسرة وتتعلق بالملفات التي يمكن أن تفتح قضائيا فتكون النهاية وخيمة في أروقة القضاء. أعتقد أن راشد الغنوشي حتى الشق الذي كان يواليه، الشق الذي كان متحمسا ويدافع عن راشد الغنوشي قد تخلى عنه، وبالتالي هنالك إمكانية للبحث عن مخرج، هنالك إمكانية للبحث عن حفظ ماء الوجه مؤسس الحركة وزعيمها لمدة 40 سنة. 40 عاما هو هنالك قناعة لدى 40 عاما، وبالتالي هنالك قناعة بأنه يبحث عن مخرج يحفظ له عن ماء تاريخه، ولكن في نفس الوقت يحفظ الحركة من التفتت ويحفظ الحركة من أن لا تكون مصيرها السجون. نعم دعنا نسأل سيد فتحي، إذا أقدمت حركة النهضة على تلك الخطوة بافتراض نحن نبحث في بعض السيناريوهات المتوقعة، هل الإطاحة براشد الغنوشي يمكن أن تكون أمرا يجعل قيس سعيد ومعه الإرادة الشعبية التونسية تقبل باستمرار الحركة في المشهد السياسي؟ أعتقد أن السيد راشد الغنوشي انتهى سياسيا وخرج من التاريخ من الباب الصغير، وهناك قطيعة واضحة الآن بين الشعب التونسي وبين حركة النهضة، والمخاض التي تعيش حركة النهضة داخليا قد يؤدي إلى تغيير الواجهة السياسية لها، لكن حركة النهضة تعرف أن القطيعة بينها وبين الشعب قد يعني واضحة ولا تستحق إلى يعني دليل، وممكن حركة النهضة تغير من تكتيكاتها، لكن أعتقد أن الأيام القادمة ستتبين أن حركة النهضة ليس لها أي تأثير على الشارع التونسي، وما حدث يوم 25 جويلية دليل، فحالة الغضب الشعبي التي عبر عنه الجماهير
في كامل جهات البلاد تبين أن القطيع أو ما حصل لحركة النهضة كحزب سياسي هو ما حصل فعلا للتجمع الدستوري الديمقراطي سنة 2011. يعني كانت رمز تتحمل المسؤولية لعشر سنوات من الضياع، لعشر سنوات من الفشل، لعشر سنوات من منوال تنموي متحول من منوال تنموي ما قبل 14 جانفي. منوال هذا المتحول أكثر خطورة وأكثر فتكاً بالشعب التونسي، فرأينا تضاعف الفقر وانتشار الجوع وكثرة الأمراض والبطالة وسيطرة الفساد على وعم الفساد على كل مؤسسات الدولة. أعتقد أن لا مستقبل لحركة النهضة لها داخل يعني الحاضنة الاجتماعية داخل جماهير الشعب. فالقطيع نعم حتى يعني سيد فتحي واضحة. ربما سيد عبيد تشارك معنا في هذه النقطة، حتى في الحاضنة الاجتماعية تاريخيا للنهضة في تونس قد ضربت بشكل كبير. شاهدنا جميعا ما حدث في صفاقس. صفاقس تحديدا كانت معقل لطالما لسنوات طويلة لحركة النهضة، تخرج تظاهرات فيها بهذا الحجم، هذا يعني أن القواعد الخاصة بالنهضة في تونس قد تعرضت لضربة قاسمة. هل هكذا نفهم؟ أم أن هذه مبالغة في تقدير هو حسابي؟ لا هو حسابيا هي عشرية من الحكم. بدأتها بمليون ونصف صوت في الانتخابات الأولى، ثم انتهت إلى مليون صوت انتخابي، وفي الانتخابات الأخيرة لم تتجاوز 450,000. يعني الحلقة الضيقة أو الحلقة المتينة لهذه الحركة لا يمكن أن تتجاوز 150,000 200,000، وبالتالي والبقية هم أنصار. يعني هذا الفشل الحكومي الذي تقف خلفه النهضة، ثم مسألة نفسية تتعلق بالشعب التونسي وهو وبكل الشعوب، وهو هذا الخطاب المزدوج وهذا السقوط الأخلاقي الذي مارسته الحركة النهضة، من أنها تسوق خطابا دينيا وذو مرجعية دينية، ولكنها تمارس فسادا وتتحالف مع أحزاب فاسدة ومع أطراف فاسدة. كل ذلك جعل النقمة الشعبية تزداد تجاه الحركة من ناحية، ومن ناحية ولكن سيد عبيد، ماذا تتوقع من رد فعل القواعد، قواعد النهضة في تونس؟ ماذا تتوقع من هذه القواعد؟ البعض يقول أنها إذا حصرت بشكل واضح وأصبحت خارج المعادلة ستلجأ إلى العنف. البعض الآخر يطرح سيناريو يتعلق بضرورة احتواء هذه الحركة بشكل ما. هل هذا مفيد لمستقبل تونس؟ هو في الحقيقة تصورين أو مسارين لهذه القواعد. إما أنهم سيتخلون عن هذه الحركة وسيبحثون عن أحزاب أخرى سواء في تأسيسها أو الانتماء إليه، أو هنالك أقلية صغيرة قد تلجأ إلى العنف، وهذا وارد واحتمال وارد كثير. ولكن يبدو أن الجاهزية الأمنية والعسكرية والجاهزية الشعبية، هذا المهم، أتحدث عن الجاهزية الشعبية، في أنها قد تتصدى لكل محاولة النزول أو اللجوء إلى الشارع وإلى العنف والاقتتال. في نهاية الأمر لو لجأت بعض الأطراف منها إلى العنف فهي سيكون خيار اليائس البائس. وأعتقد أن المسار حاليا يبعث على ما يبدو الرئيس قيس سعيد وهو يرتب أوراقه في هذه الأيام وضع هذا السيناريو ووضع له مخطط، بل وصرح وعبر عن ذلك. ربما اسمح لي فقط أن نستمع إلى رئيس قيس سعيد ماذا قال في هذه النقطة، لأنها نقطة حساسة ومهمة. بالله العظيم أن أعمل بإخلاص لخير تونس، وأن أحترم دستورها وتشريعها، وأن أرعى مصالحها، وأن ألتزم بالولاء لها. وأن قواتنا المسلحة العسكرية والأمنية ستصدهم عن كل محاولات الابتزاز قبل إحالتهم على القرار حتى يأخذ كل ذي حق حقه.
أطلب منكم أن تكونوا في موعد مع التاريخ لنصنع معا تاريخا جديدا لتونس. كونوا على نفس الجبهة مع الشعب. هذا هو تعبير الرئيس قيس سعيد فيما يتعلق بهذه النقطة الخاصة بجاهزية قوات الجيش والشرطة للتصدي لأي أعمال عنف. وكأنه يقول، هو يقول دائما أني متمسك بالدستور وبالمسار الديمقراطي، ولكن هذا الدستور وهذا المسار الديمقراطي كما قال سادات من قبل، الديمقراطية لها أنياب. هو يريد أن يقول أن هناك أنياب للدولة ستتصدى لأي أعمال عنف، هكذا نفهم سيد عبيد؟ في الحقيقة معناها مسار الأحداث منذ 25 جويلية كان الخطاب واضحا بأنه إذا لجأت بعض الأطراف إلى إطلاق رصاصة قالها عرفيا سيقابلها وابل من الرصاص. صحيح. النقطة الثانية تتعلق بأن تهديد رشد الغنوشي لدول شمال المتوسط بأن بقوارب هجرة المهاجرين غير الشرعيين وبما يشكل يريد وقتها رشد الغنوشي نوع من الضغط على تونس، فقابله زيارة قيس سعيد اليوم أمام وزارة الداخلية وذكر هذا الموضوع تحديدا وحدد أنه من يلجأ إلى تهجير الناس من أجل الضغط على تونس فلن يسمح له، وطالب وزير الداخلية أن يتصدى لهذه الظواهر، ظاهرة الهجرة الغير الشرعية. ثالثا وهذا زيد من المسائل الأهمية، قبل يومين تحدث مثلا على أنه هنالك لجوء إلى الشارع. نعم. عاد وذكر بأن الوضع الوبائي والصحي في تونس والوضع الأمني لا يسمح بالخروج في مسألة، ولكن اسمح لي لننتقل إلى معالي الوزير فتحي. هل تختبر حركة النهضة في الأيام القادمة هذه الأطروحات التي طرحها الرئيس في مسألة التصدي للعنف؟ هل تقدم النهضة على هكذا أفعال لتختبر إرادة وقوة الرئيس في هذا الأمر؟ نعم أم لا؟ أعتقد أن حركة النهضة تكابر الآن عن الاعتراف بهزيمتها وبقطيعتها مع الشعب، فهي عاجزة على تنفيذ أي تحرك شعبي. فسمعنا السيد رشيد الغنوش في أول يوم، يعني يوم 26 لما تحول إلى مجلس نواب الشعب، وقد طلب أنصاره بالتحرك إلى مجلس نواب الشعب، ولكن لم نرى الأنصار يتحركون. فأعتقد أن الأنصار والذين استفادوا من السلطة طيلة العشر سنوات الأخيرة قد انفض من حوله. والتهديدات التي أطلقها في عملية تخويف لأوروبا أعتقد كلام مردود، والآن حركة النهضة انتهت على مستوى الفاعلية، فهناك لحمة وتواصل وانسجام تام ما بين القيادة السياسية المتمثلة في السيد رئيس الجمهورية وجماهير الشعب. وحدثتنا أيضا على جبهة سياسية، وأنا سابقا بيّنت أنها عاجزة اليوم حركة النهضة على أن تصدر بيان مشترك مع أي جمعية مدنية في تونس، فهي في عزلة تامة. وإذا قامت بأي عملية انفرادية يعني عنيفة فستعرف جيدا أن نهايتها في علاقتها أو في كيف تقيم معالي الوزير باعتبارك مارست العمل السياسي لسنوات، كيف تقيم الرواية التي تحاول النهضة أن تطرحها بشكل واضح وهي تستند إلى فكرة المؤامرة، من وجود مؤامرة على حركة النهضة على مستقبل الإخوان المسلمين بدوافع من بعض الأطراف الإقليمية أو بدعم من بعض الأطراف الإقليمية، هكذا تسوق النهضة هذا الحديث أو هذا الخطاب للإعلام الإخواني وأيضا للإعلام الخارجي؟ هذه الاستوانة أعتقد أنها استوانة مشروخة وغير ذات فاعلية، وتحليل أسلوب المؤامرة استعملته. فما حدث يوم 25 جويلية ليس إلا تراكمات. ففي جان في 2021 نزل الشباب إلى الشارع، ونحن في حركة الشعب كنا أكدنا أن الوضع الاجتماعي والوضع الاقتصادي وصل إلى الحد الذي أصبح فيه يعني التونسيين غير قادرين على مواجهة مصاعب الحياة، وأن
تحرك الشعب وانتفاضة الشعب على هذا المنوال التنموي الذي حافظت عليه حركة النهضة في السنوات الأخيرة سوف يعود بالوبال. وأعتقد أن يعني حركة النهضة التي تحالفت أو غطت أو أصبحت جزءا من الفساد الذي عم في البلاد وحولت مجلس نواب الشعب إلى مقر للمحتكرين والمتحيلين الذين يصدرون القرارات، أعتقد أنها اليوم يعني عاجزة على يعني هذه الاتهامات التي تطلقها على أن هناك مؤامرة عربية وأن هناك تدخل في الشؤون الداخلية. وأعتقد أن هي الآن تجني ثمار سياسة قادتها أدت وضاعفت من الفساد وضاعفت من عدم استقلالية القرار الوطني وضاعفت في وضع المزري للتونسيين، والتونسيين الآن يعني غير قابلين لأي شكل من أشكال التلاعب بأحلامهم، يعني رفض انتظاراتهم التي كانت كبيرة في سنة 2011. نعم. وأعتقد أن يعني ما قامت به النهضة طيلة هذه السنوات هو هذا الذي يجري، أنه نتيجة طبيعية لكل هذه السياسة التنموية. نعم. التي تحالفت مع الفاسدين والمتحيلين. نعم. وأطلقت وعود سواء في الحملة الانتخابية للبلديات أو الحملة الانتخابية للانتخابات التشريعية سنة 2019، الانتخابات الأخيرة التي رأينا فيها وثبة شبابية كبيرة التي تحلقت حول الأحلام التي أطلقها السيد رئيس الجمهورية، وثبة شبابية، ولكن تمكنت حركة النهضة وحلفائها من وأد هذا الأحلام ومن التحايل. وكلنا يعرف تقرير محكمة المحاسبات التي بينت الأساليب الملتوية التي استعملتها حركة النهضة وحلفائها. الرئيس يستند في هذا الأمر لملفات الفساد والأموال المنهوبة وما إلى ذلك. سيد عبيد، هل يكون القضاء هو صاحب الكلمة الفصل في مستقبل حزب النهضة خلال الأيام القادمة؟ هو بالضرورة السلطة القضائية وحدها عندما تتحرر من تدخل المنظومة الحاكمة السابقة، ونعرف إرث نور الدين البحيري لما كان وزير العدل عن حركة النهضة وما فعلته النهضة بالتغلغل في السلطة القضائية وأعادته جهازا ولم يعد يتمتع بمفهوم السلطة. الآن يبدو أن هذه الأجراءات قد حررت نوعا ما السلطة القضائية التي تحتاج إلى إصلاح، لأن هنالك مئات وآلاف من الملفات المتراكمة في أروقة المحاكم وفي القطب المالي وفي قطب الإرهاب، وبالتالي النظر فيها بشكل جدي وفعال فيما يتعلق أولا بمسألة التسفير لبؤر التوتر، ثانيا في الاغتيالات السياسية، ثالثا في مسألة أو في اغتيالات الجنود والأمن وحتى العمليات العنف التي مورست في الشوارع، الإرهاب، ملف الإرهاب، رابعا فيما يتعلق بملفات الفساد. نعم. ملف الإرهاب هي أربعة ملفات إرهاب. نعم. بتفاصيلها وملف الفساد. يعني السلطة القضائية وحدها قادرة على إصدار أحكام تنظر في هذه الملفات وتكون ذات قانون، لأن تونس يجب أن تبقى دولة قانون ودولة مؤسسات، وبالتالي السلطة القضائية قادرة على تصفية المناخ السياسي بتطبيق أحكامها أولا، لأنه عندما نتحدث عن حتى السلطة التشريعية التي فيها نواب صدرت فيهم أحكام قضائية باتة ويفترض أن يكونوا في السجن، مهربين يفترض أن يكونوا في السجن لكن نجدهم يشرعون، يعني هذا الفساد الذي طال الحياة السياسية في تونس وجدت له الآن إرادة سياسية بالقرارات التي أعلنها رئيس الجمهورية بشكل استثنائي، والوضع الاستثنائي لن يتواصل إلى مدى الحياة ولكنه هو وضع ظرفي، وبالتالي السلطة القضائية الآن مطالبة بأن تقول كلمتها وأن تبحث وأن تدين كل من أنهك البلاد والعباد. نعم. حتى يعود المناخ السياسي. نعم. في تونس ممكنا لتونس الأخرى الممكنة. سيد فتحي، هل المجتمع المدني بكل طوائفه بصراحة شديدة
على قلب رجل واحد في مساندة الرئيس قيس سعيد، أم ما زالت هناك بعض التباينات في المواقف فيما يتعلق بمساندة الرئيس في إجراءاته؟ البعض كان يبدي في البداية نوعا من التأييد، ولكنه الخجول باعتبار أن هناك مسار ديمقراطي كانت تتغنى به قوى المجتمع المدني على امتداد التاريخ التونسي. هل أصبح هناك معركة بصوت واحد أم أن هناك أصوات متذبذبة إن صح التعبير؟ يعني أكيد ممكن نقول أن التوانسة أو المجتمع المدني على قلب واحد في توصيف الواقع الذي وصلناه، ولكن هناك بعض الأحزاب وهناك بعض الشخصيات السياسية التي متخوفة في الجانب الحقوقي والجانب السياسي، وأعتقد أن التخوفات مفهومة نظرا لتجارب الشعب التونسي. لكن يعني رسائل السيد رئيس الجمهورية في لقائه مع الرابطة التونسية لحقوق الإنسان وفي لقائه مع نقابة الصحفيين تؤكد على أن السيد رئيس الجمهورية متمسك بحرية الشكوى، متمسك بحرية التنظيم، متمسك بالحرية العامة، بالدفاع على حرية التفكير وحرية الإعلام. وأعتقد أن الإجراءات الاستثنائية هي إجراءات داخل الدستور وهي مؤقتة، وكما نؤكد أن يعني أن القضاء سيقول كلمته، وهي تحرير الآن القضاء من السلطة السياسية التي عاشها العشر سنوات الأخيرة. وأعتقد لا خوف على مستقبل الحريات في تونس، وهناك العديد من الشخصيات والأحزاب بدأت تعدل موقفها لما يعني انكشف واتضح هذا المسار الإصلاحي أو مسار تصحيح الثورة التونسية. هناك أسئلة كثيرة ما زالت تحتاج إلى إجابة، أبرزها بالطبع شخص رئيس الحكومة الجديد وكيف سيكون رد فعل النهضة النهائي. هل تكتب حركة النهضة بهذا التاريخ نهاية تاريخ جماعة الإخوان المسلمين في المنطقة؟ لأن الضربة في مصر للإخوان كانت قاسية، ولكن إذا تمت بهذه الصورة في تونس ستكون الضربة القاضية كما تقول العديد من التحليلات. شكرا لضيوف الأعزاء السيد فتحي بالحاج الوزير السابق والقيادي في حركة الشعب، ومن تونس أيضا أشكر دكتور عبيد الخليفي الباحث الجامعي المتخصص في حركات الإسلام السياسي والحركات المتطرفة.